السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومة جديدة. بنحل مع بعض صفحات Speaking and Writing Corner، مهارة التحدث والكتابة. بنلاقي محادثتين بنحلها بخطوتين. الخطوة الأولى محادثة ناقصة كلمات فبكمل الكلمات، والتانية محادثة كاملة من يونت 11 من الوحدة 11 كتاب أولى إعدادي المعاصر. ونبدأ مع بعض. Page 221، صفحة 221. See animals، حيوانات بحرية. Read and complete، اقرأ وأكمل. Where did you go yesterday، أين ذهبت امبارح؟ I went to the aquarium، رحت المتحف الأحياء المائية. Aquarium. What did you see there، شفت إيه هناك؟ أقول I saw a lot of sea animals، أو I saw sea animals، رأيت حيوانات بحرية. دي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية بقى محادثة كاملة. Complete the following dialogue. They are talking about a visit to the aquarium، بيتكلموا عن زيارة إلى متحف الأحياء المائية. لازم أقرأ السطر اللي قبل المحادثة، مهم. Where did you go yesterday، أين ذهبت امبارح؟ هقول I، هاخد المكان من هنا. I went to the aquarium. ذهبت المتحف الأحياء المائية. How did you go there، إزاي روحت هناك؟ I went there by bus، مثلا ذهبت بالأوتوبيس. ما ده مش محدد أي وسيلة، أختار أي وسيلة مواصلات. سؤال إجابته I saw a lot of sea animals، رأيت الكثير من الحيوانات البحرية. يبقى what did، ما دام سو في الماضي يبقى did وI تحول يو. What did you see، شفت إيه يا ترى؟ شفت حيوانات بحرية. Did you give the animals anything to eat، عطيت الحيوانات حاجة ياكلوها؟ قال له إجابة animals must try to find their own food، يبقى no، لا. ليه؟ عشان الحيوانات يجب أن تحاول تجد طعامها بنفسها عشان تقدر تعيش. سؤال إجابته the aquarium is important because، المتحف مهم لأن. It protects the sea animals، بيحمي الحيوانات البحرية. And the plants، والنباتات. يبقى why، لماذا؟ Why is the aquarium important، ليه المتحف مهم؟ عشان بيحمي ال ايه، بيحمي الحيوانات البحرية والنباتات. المحادثة التانية. Save the environment، انقذ البيئة. انقذ البيئة. هنا بيقول لي Why are you collecting plastic from the beach، ليه بتجمع البلاستيك من على الشاطئ؟ Because it is، لأن البلاستيك هقول سام، يبقى poisonous. يعني ايه poisonous؟ سام. Why does plastic damage the nuat، the environment مثلا؟ ليه البلاستيك بيدمر البيئة؟ Because it stays، لأنه بيظل. In it، فيها. For a long time، لمدة طويلة. How can we keep the environment، إزاي نحفظ البيئة؟ We can recycle plastic، يعني نعيد تصنيع أو نعيد تدوير البلاستيك. بدل ما نرمي البلاستيك ويعمل مشاكل، حيوان ياكله أو يكون موجود على في البحر أو على الشواطئ ويوصل للبحر وتلاقي الأسماك تاكله وتموت، لأ، أجمعه وأعيد تصنيعه أو أعيد تدويره. Save is collecting plastic from the beach، Save بيجمع البلاستيك من الشاطئ. What are you doing Save، بتعمل ايه يا سيف؟ هناخد الإجابة من فوق. هقول I am collecting plastic. Why are collecting plastic from the beach، ليه بتجمع البلاستيك من على الشاطئ؟ هقول because، لأن. It is، إنه يكون business، same.
السؤال اجابته بلاستيك دامج ذا انفايرمنت بيكوز البلاستيك بيدمر البيئة، لأن يبقى واي داس، واي داس بلاستيك دامج ذا انفايرمنت. ليه البلاستيك بيدمر البيئة؟ عشان هو بيقعد لمدة طويلة. سؤال إجابته we can recycle plastic to save environment، ممكن نعيد تدوير البلاستيك عشان ننقذ الكوكب. يبقى how can we save the environment؟ عن طريق ايه؟ اعادة تدوير البلاستيك. Is plastic dangerous؟ هل البلاستيك خطير for sea animals للحيوانات البحرية and birds والطيور؟ Yes it is. يبقى خطر ولا ناقصة كلمات؟ التانية ناقصة ايه؟ جمل عادية سواء أسئلة أو إجابات. بعد كده بيقول لي المهارة اللي بعد كده، اكتب مقال أو اكتب موضوع، دي مهارة الكتابة، عن sea animals الحيوانات البحرية. هنا save the environment، انقذ البيئة أو احفظ البيئة. هنتكلم عن سي أنيمالز. العنوان في نص السطر بين علامات تنصيص، أسيب مسافة أول سطر وأبدأ أكتب. طبعا المكان هنا صغير فنفتح مع بعض بيج 317 ونقرأ باراجراف من نفس الكتاب عن الحيوانات البحرية ونكتب زيه، ما نحفظوش زي ما هو، نفهمه ونكتب زيه، ما ننقلهوش زي ما هو. سي أنيمالز بيج 317 صفحة 317. هكتب العنوان في نص السطر بين علامات تنصيص، هسيب مسافة في أول سطر. There are يوجد a lot of animals، الكثير من الحيوانات that live التي تعيش in the sea في البحر. Some sea animals بعض الحيوانات البحرية are dangerous بتبقى خطيرة like sharks زي القروش. The shark القرش is one of واحد من the most dangerous sea animals واحد من أخطر الحيوانات البحرية. In the ocean في المحيط. A shark uses القرش بيستخدم more than أكتر من 20,000 teeth أكتر من 20,000 سنة. In its life في حياته. A stingray السمكة اللداغة is a big flat fish سمكة كبيرة مسطحة. When it knows a shark is coming لما بتعرف إن القرش جاي it jumps out of the water بتنط من المية. A sea turtle السلحفة البحرية has a hard shell عندها صدفة صلبة. To protect it عشان تحميها. Some sea animals بعض الحيوانات البحرية are poisonous سمين and sting when you touch them أول ما تلمسهم بيلدغوك. يبقى بتلدغ أول ما تلمسهم like jellyfish like إيه؟ jellyfish. وكده يبقى خلصنا البايوجراف. نكتب يعني في نص السطر، نسيب مسافة في أول سطر، الحرف الأول كابيتال في نهاية كل جملة في الستوب، أفهم الفكرة وأكتب زيها. بيج 238 صفحة 238. هنا بيقول لي محادثة على نيتشر ريسيرفس المحميات الطبيعية. What is the book about؟ الكتاب عن إيه؟ هتبقى It's about nature reserves عن المحميات الطبيعية. What are nature reserves؟ ايه هي المحميات الطبيعية؟ It's a place هي مكان. For rare animals الحيوانات النادرة، دي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية محادثة كاملة. أحمد and رشوان are talking about بيتكلموا عن nature reserves المحميات الطبيعية. أحمد بيقول ايه؟ Hello رشوان، أهلا يا رشوان. What are you doing؟ بتعمل ايه؟ قال له إجابة، قال له What is the book about؟ الكتاب عن ايه؟ يبقى بتعمل ايه؟ I am reading a book. أنا بقرأ كتاب. What is the book about؟ الكتاب عن إيه؟ هقول إجابة، قال له nature reserves المحميات الطبيعية. يبقى it is about هو عن nature reserves المحميات الطبيعية. قال له المحميات الطبيعية، قال له سؤال، قال له it's a place. يبقى what are nature reserves؟ إيه هي؟ what are
نيتشر سيرفيس. قال له مكان فور رير انيمالز للحيوانات النادره اور بلانتس للنباتات. سؤال اجابته بيبول ماست بي كيرفول اباوت ذيم. ينبغي على الناس ان يكونوا حريصين جدا عنهم. يبقى هاو ماست بيبول بي اباوت ذيم. يبقى how must people be about them, people must be careful. كيف يكون الناس تجاههم؟ لازم يكونوا حريصين. هقوله you are right, عندك حق. او I agree with you, او اتفق معك. المحادثة الثانية planting a tree, زراعة شجرة. do you like trees, هل بتحب الأشجار؟ yes I do. should I water it, هل لازم أروي الشجرة؟ water. eat every day, لازم أرويها كل يوم؟ قال له no you shouldn't. الخطوة الثانية سلمى and غادة are talking about planting trees, بيكلموا عن زراعة الشجر. سلمى بتقول هاي غادة, أهلا يا غادة, do you like trees, هل بتحب الأشجار؟ يبقى yes I do. سؤال إجابته planting trees is very easy, يبقى هنا هل زراعة الأشجار سهلة؟ قالت لها بالتأكيد زراعة الأشجار سهلة جدا. يبقى is planting trees easy, أيوة سهلة. سؤال إجابته first wash the plastic pot, أولا هاتي واغسلي إناء بلاستيك وجففيه. يبقى ماذا أفعل؟ what do I do to plant trees, أعمل إيه عشان أزرع الشجر؟ قالت لها الأول هاتي what is next, إيه التالي؟ put next مثلا put the seed, حطي البذرة and the soil, والتربة. قالت لها should I water it every day, هل لازم أرويها كل يوم؟ لا no you shouldn't, مش شرط كل يوم. هنا جايب لي باراجرافين, باراجراف عن المحميات الطبيعية وباراجراف عن زراعة شجرة. هنا طبعا ده ايميل, ايميل طبعا فيه بيانات معينة احنا بنتدرب عليها, لازم عنوان المرسل ليه وعنوان الراسل, لازم الموضوع, وان شاء الله اي ايميل بيجي ببياناته احنا بنحله. تعال كده نفكر شوية في نيتشر سيرفيس. اول حاجة الاعلان في نص سطر, هقول هسيب مسافة اول سطر اقول نيتشر, ناخد فكرة بس. ريسيرفيس ار فيري important for protecting, مهمة جدا لحماية rare animals and plants, حماية الحيوانات النادرة والنباتات النادرة. we should, ينبغي أن نكون be careful about them, animals حيوانات and plants والنباتات are important, مهمة for our environment, لبيئتنا وهكذا. يبقى انا بكتب العنوان اهو, هو مكتوب, بسيب مسافة اول سطر حرف الاول كابيتال في نهاية كل جملة في الستوب. اتكلم عن اهمية المحمية الطبيعية, دورها في حماية الحيوانات وحماية النباتات, دورنا تجاه المحمية الطبيعية ان احنا لازم نحافظ عليها. طبعا ده صغير عشان المكان, لكن احنا نكتب ما لا يقل عن 80 كلمة. بيج 252, صفحة 252. سؤال محادثة complete the following dialogue, اكمل المحادثة الاتية.
حمزه اند ياسر ار توكينج اباوت، بيتكلموا عن ذا بروبلم اوف رابش، مشكله القمامه. حمزه بيقول ايه؟ وات ار يو دوينج ياسر، بتعمل ايه يا ياسر؟ نفهم الفكره ونحله، نقولها الاول كذا مره وبعد كده نفهم المحادثه ونحله. بتعمل ايه؟ قال له اجابه، قال له بوليوشن التلوث، قال له سؤال، قال له ذا بيجست بروبلم اوف بوليوشن از رابش، اكبر مشكله للتلوث القمامه. سؤال اجابته بيبول ماست كلين زير ستريتس، ينبغي على الناس او يجب على الناس هم ينظفوا شوارعهم اند سيتيز والمدن. هاو كان زي دو ذات، ممكن يعملوا ده ازاي؟ اجابه كان اي هيلب يو، يبقى هنا بيقول لي وات ار يو دوينج، ممكن اقول اي ام رايتنج، انا بكتب ان ارتكل، مقال about pollution، عن التلوث. قاعد يكتب مقال عن التلوث مثلا واخطاره. قال له التلوث سؤال، اجابته اكبر مشكله القمامه، يبقى what is the biggest problem of pollution. what نكتب هنا is the biggest problem، ايه اكبر مشكله of pollution، للتلوث. قال القمامة، قال له what must people do، الناس المفروض يعملوا ايه؟ what must people do، لازم ينضفوا الشوارع والمدن. how can they do that، ازاي يعملوا كده؟ they shouldn't مثلا through، لا ينبغي أن يرموا رابش القمامة in their streets، في شوارعهم. can I help you؟ قال له yes of course، نعم بالطبع. yes of course. وبكده يبقى خلصنا أسئلة speaking and writing corner يونت 11 الواحد 11 من منهج اولى اعدادي. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد، ولو في حاجه مش واضحه اكتبوا لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.